يحفظ سكان بلدة عتمان هذه الوجوه جيدا، بل حتى يحفظون أسماءهم أيضا، فلطالما رد هؤلاء الجند جمائل أهل البلدة بقذائف الموت والدمار. لكن هذا الصباح سيكون مختلفا، رغم أن الحياة تبدو اعتيادية داخل كتيبتي الإمداد والشيلكة الرابضتين على المدخل الشمالي لمدينة درعا. فالجند لا يلاحظون العيون التي ترقب تحركاتهم بانتظار ساعة الحسم للنيل من قطعان الموت التي أذاقت الناس الخوف والرعب. قامت مجموعة من قوات النظام بإعادة الانتشار من الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية لقرية عتمان والاحتماء بمنازل المدنيين خوفا من الضربة الأمريكية المرتقبة. قامت مجموعة من أبطال الجيش الحر بالتصدي لهم وإجبارهم على التراجع وتدمير بعض الآليات وقتل مجموعة من الجنود، وقامت قوات الجيش الحر بمحاصرة الكتيبة غرب عتمان. كما الموت، تفاجئ كتائب الجيش الحر جنود النظام باستخدام كافة الأسلحة المتواجدة بين أيديهم، فتثبت القدرة العالية على التنسيق وإدارة المعركة والاقتحام، فتتحول ساحة المعركة بعد حصار لستة أيام واقتحام لمدة ساعتين من الزمن إلى كتلة نارية هائلة تدب الرعب في قلوب الجند الذين يحاولون الفرار والنجاة. طبعا تم اقتحام من جهتين، الجهة الشرقية والجهة الشمالية، وتم التغطية بمضادات الطيران، وتم الاقتحام من الجهة الشمالية، ودخلنا دمرنا العربات الموجودة، والحمد لله تم الاستيلاء عليها بنجاح. وحيث يقود الحر غنائمه نحو معركة أخرى دون انتظار دعم أحد، يقوم فريق آخر بهدم معاقل الرعب داخل الكتيبة منعا لعودة جنود النظام إليها. في مدخل درعا الشمالي وبعد ستة أيام من المعارك الضارية، تمكن عناصر الجيش الحر من السيطرة على كتيبة الشركة الاستراتيجية في بلدة عتمان في معركة أطلق عليها الثوار اسم معركة بوابة درعا. رامي العاسمي، أورينت نيوز، درعا.